السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة وجرنان، تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج. أمل دائم إن شاء الله أن نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية، صحافة السبت 23 من جويلية الموافق للثامن عشر من شوال. النهار في صفحتها الأولى تحدثت عن موضوع ناجحين في البكالوريا واختيارهم للتخصصات. إلى حد الآن قالت النهار 10,000 طلب على شعبة الطب في 48 ساعة. هذا الرقم كشفه المكلفون بمعالجة رغبات الطلبة ناجحين في البكالوريا. النهار قالت إجراء مسابقة وطنية لطلبة البكالوريا قصد تمكينهم من دخول كلية الطب. ووزارة التعليم العالي في ورطة لأن الكثير من الطلبات على الطب وإمكانية رفع معدل القبول إلى 16، يعني 16 من 20 لمن يريد الطب، هذه إمكانية فقط. النهار قالت 15 يوم لمنح إعانة الدولة للمسنين وأقاربهم المتكفلين بهم. إيداع الملفات يتم حاليا على مستوى البلديات وتحديد القيمة المالية للمنحة ستحدده لجنة وزارة التضامن الوطني. النهار قالت أول رخصة بالتنقيط ستكون أكتوبر المقبل. إلغاء سحب رخصة السياقة تدريجيا وتعويضه بسحب النقاط، معناه لا يوجد سحب نهائي أو سحب الرخصة مباشرة، سيكون خصم للنقاط. منح 12 نقطة للسائقين الجدد و24 نقطة للقدماء. النهار أيضا قالت إرهابيان يسلمان نفسيهما بعد 21 يوم من تسليم والدتهما لنفسها بجيجل. جريدة المساء قالت سلال لا تقاعد قبل 60 سنة استثناء النساء والمهن الشاقة ابتداء من 2017. الذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية كانت بالأمس مصادفة للثاني والعشرين جويلية. هنيئا وعيد سعيد لكل أفراد شرطتنا ومزيد إن شاء الله من النجاحات. جريدة الموعد اليومي قالت أكد أن الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس بالاتحاد الإفريقي. الوزير الأول عبد الملك سلال قال على المغرب اتباع إجراءات الانضمام دون شروط. المحور قالت في خبر حصري للمحور قالت أن وزير المالية يرد على نواب البرلمان ويؤكد رفضه لزيادات في أجوره. جريدة الحوار قالت القيادي في جبهة البوليزاريو ووالي ولاية العيون محمد يسلم للحوار قال الصحراويون فقط من يقرروا خروج البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. وقال أيضا حكاية 28 دولة إفريقية التي طلبت طردنا من الاتحاد الإفريقي كذبة مغربية مفضوحة. جريدة وقت الجزائر قالت وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في عين الإحصار برلمانيون يسائلونه عن القيم المالية الحقيقية الممنوحة للفنانين الأجانب في إطار هذه المهرجانات الثقافية. وبن تركي رئيس ديوان الوطني للثقافة والإعلام بن تركي يلتزم الصمت قالت وقت الجزائر وفتيل أزمة بين البرلمان والحكومة. جريدة الجزائر قالت الحجاج مدعوون لإيداع ملفاتهم للحصول على تأشيرة الحج. الملفات يتم إيداعها على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية والوكالات السياحية. الصوت الآخر قالت الجيش يتصدى لمخطط شيطاني بأدرار بعد تفكيك وتوقيف خلايا نائمة واسترجاع كم هائل من الأسلحة. وجريدة الوسط قالت الحكومة تؤجل المساس بالتقاعد المسبق. سلال دعا راغبين في التقاعد لإيداع ملفاتهم قبل نهاية السنة. هذه أهم عناوين الصحافة. هناك أيضا في الموعد اليومي وزير العدل قال أن نسبة الحبس المؤقت 4% وطنيا وتسوية قانونية لوضعية المساجين الجزائريين بالعراق قريبا. إلى التفاصيل، البداية بالنهار، قلنا أن موضوع النهار اليوم كان حول التخصصات وقالت 10,000 طلب على شعبة الطب في 48 ساعة فقط. النهار قالت بلغ عدد الطلبة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا والراغبين في الالتحاق بكلية الطب 10,000 طالب وهذا في ظرف 48 ساعة فقط، حيث أكد المشرفون على عملية معالجة الرغبات أن العدد سيرتفع بالنظر إلى العدد الكبير للطلبة المتحصلين على معدل 14 فما فوق.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع قالت النهار من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المنتظر رفع معدل القبول في تخصص الطب وجراحة الأسنان والصيدلة نظرا للطلبات الكثيرة التي تم معالجتها. صدور أول رخصة بالتنقيط في أكتوبر المقبل. النهار قالت ستشرع وزارة النقل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استصدار أول رخصة سياقة بالتنقيط شهر أكتوبر المقبل، وهذا بعد أن وافق مجلس الحكومة نهاية شهر أجوان المنصرم على مشروع رخصة السياقة بالتنقيط ومشروع قانون المرور الجديدين، والذي ضم العديد من التعديلات والإجراءات الجديدة خاصة ما تعلق منها بتشديد العقوبات والإجراءات الردعية ضد السائقين المخالفين. 15 يوما لمنح إعانة الدولة للمسنين وأقاربهم المتكفلين بهم. النهار قالت حددت الحكومة كيفية منح إعانات الدولة للأشخاص المسنين والذين يكونون في وضع صعب أو بدون روابط أسرية والفروع المتكفلين بأصولهم، حيث ألزمت رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديريات النشاط الاجتماعي بالولايات بالرد على طلباتهم بالإيجاب أو بالسلب في أجل لا يتعدى 15 يوم، وقالت بداية تاريخ إيداع الملفات الذي يتم حاليا على مستوى البلديات، بينما سيحدد مبلغ المنحة بقرار من وزارة التضامن الوطني. 3 قتلى و300 حالة إغماء بسبب موجة حر استثنائية. تسببت موجة الحر التي صحبتها عدة حرائق في اليومين الأخيرين في وفاة مسنين 2 بتلمسان وإصابة أكثر من 300 شخص بحالة إغماء واختناق، كما توفي قاصر غرقا. وقال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية زهير بن أمزال أنه تم تسجيل 13 حريق غابي وبس 9 ولايات، مشيرا أنه تم تسجيل وفاة 43 شخص بالمجمعات المائية منذ بداية الصيف. وقت الجزائر قالت وزير الثقافة عز الدين مهوبي في عين الإعصار. وقت الجزائر قالت يتواجد عدد من البرلمانيين المنتمين لأحزاب المعارضة هذه الأيام على أهبة الاستعداد لمساءلة وزير الثقافة عز الدين مهوبي حول القيم المالية الحقيقية المسخرة للفنانين الأجانب الذين شاركوا في مختلف المهرجانات ومصارحة الشعب. وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الكبير قالت الصحيفة الذي خلفته مشاركة نجمي الغناء العربي نجوى كرم وكاظم الساهر في الطبعة 38 لمهرجان تينغاد وما دار من حديث حول المقابل المالي وإجراءات الاستضافة. جريدة البلاد قالت الجزائر ترفض مناورات المغرب. البلاد قالت وصف الوزير الأول عبد الملك سلال أن المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للاتحاد الإفريقي أمرا غير معقول، مشيرا أنه يتعين ألا ننسى بأنها عضو مؤسس لهذه الهيئة، وذلك في معرض رده على تصريحات المخزن. كما أشار إلى أنه إذا أراد المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي دون شرط فإن الجزائر ليس لها أي مشكل تجاه ذلك، لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق. المحور قالت لا زيادات في أجور النواب أو غيرها. المحور قالت أكد وزير المالية حجي بابعمي أن الدولة لا تفكر في زيادات في فواتير الكهرباء والغاز، كما أنها لا تفكر أيضا في زيادات في أجور أو المنح بما فيها تلك التي يرفعها نواب المجلس الشعبي الوطني والمتعلقة بمنحة المساعدين ومصاريف المداومات السياسية ومنحة التقاعد. وتحدث الوزير حجي بابعمي قالت المحور باقتضاب عن شروع الحكومة في التحضير لمشروع قانون المالية 2017 الذي أكد أنه سيعرض شهر سبتمبر المقبل. الحوار قالت مقري مخاطبا أويحيى أنت لا تعرف التاريخ. الحوار قالت فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري النار على الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الذي قال إن أجدادنا كانوا شيعة خلال العهد الفاطمي، مخاطبا إياه قالت الصحيفة بالقول أنت لا تعرف التاريخ يا أويحيى كون الشعب الجزائري كان دائما مالكي المذهب. متسائلا مقري عن الدواعي الحقيقية لإعادة فتح ملف الهوية الخطير على الوحدة الوطنية معرجا على الانقلاب العسكري في تركيا، مؤكدا أن هذه المؤامرة مردها استطاعة هذا البلد التحرر من قبضة المنظومة الربوية العالمية، قال مقري.
جريدة المساء قالت أعلن عن استعمال اليد العاملة العقابية بالهضاب العليا والجنوب. لوح قال معدل الحبس المؤقت لا يتجاوز 4%. المساء قالت أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه سيتم خلال 4 أشهر المقبلة الإفراج عن تعديلات جديدة تخص قانون تنظيم السجون تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات الحرية النصفية وكذا توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية. وكشف وزير العدل لوح أن نسبة الحبس المؤقت على المستوى الوطني لا تتجاوز 4%. الإكسبريسيون قالت بن صالح يشهر البطاقة الحمراء لكارت روج دو بن صالح. الإكسبريسيون قالت أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن رئاسة الجمهورية تعد رمزا لا نقبل بالتطاول عليه ومقامه من مقام شعب وأمة مشيرا إلى أن الجزائر بخير ولن يدوم بها عسر. وأوضح بن صالح قالت الإكسبريسيون أن الجزائريين والجزائريات الذين هبوا هبة رجل واحد سنة 1954 وانتصروا باسترجاع السيادة الوطنية وهي الجزائر نفسها التي انتصر أبناؤها على الإرهاب المقيت قبل أن يتفطن له العالم مشيرا إلى أن المؤسسات هي حاضنة الجزائريين وانشغالاتهم وطموحاتهم على مختلف مشاربه. جريدة لسوار دالجيري قالت إلغاء التقاعد المسبق بداية من 2017 با افون 2017. لسوار قالت أعلن الوزير الأول عبد الملك سلال أن القانون المحدد للسن التقاعد ب 60 سنة سيدخل حيز تطبيق بداية 2017 مضيفا أنه بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية 2016. وأوضح عبد الملك سلال أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب 60 سنة وفي الوقت الراهن مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة القادمة. تصريح اليوم وتصريح الوزير الأول عبد الملك سلال. عبد الملك سلال قال المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للاتحاد الإفريقي أمر غير معقول بحيث يتعين قال أن لا ننسى بأنها عضو مؤسس لهذه الهيئة. وقال عبد الملك سلال إذا أراد المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي دون شرط فإن الجزائر ليس لها أي مشكلة تجاه ذلك، لكن قال الوزير الأول هناك إجراءات يجب أن تطبق. وقال الجزائر ليس لها أي مشكل مع الشعب المغربي أو المغرب عموما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة فتح ملفات ذات صلة بمجالات التعاون فمرحبا، أما بالنسبة للصحراء الغربية قال سلال فالموقف ثابت.